السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي سلمى بيوتي. المهم اليوم جبت لكم واحد الكيراتين اللي هو طبيعي 100%. الصراحه جربته وعجبني وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم، بمكونات اللي هي بسيطه، يعني بالقرعه خضراء، يعني موجوده عندنا في المنزل، يعني وبثمن اللي هو قليل. كنتمنى البنات تجربوا هاد الكيراتين، يعني كيعالج لينا الزغبه، يعني من الجذور ديالها، كي يعني اللي كانت الزغبه متضره بالسوشوار بالصبيغ، يعني كيعالج هاد الكيراتين. كنتمنى البنات تجربوا، ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. اول حاجه البنات كناخذوا القرعه خضراء من بعد ما غسلتها مزيان، يعني ما كنجرها من حتى شي حاجه، ما كنقيهاش، كتبقى كما هي، غير كنغسلها مزيان. يعني انا خديت ثلاثه ديال القريعات صغار من بعد ما غسلتهم مزيان، وكنحيد لهم البنات غير النباته وصافي، يعني ما كنجرهم من حتى شي حاجه. كنقطعهم طريفات صغار وغادي نديرهم ان شاء الله يتسلقوا. صافي، من بعد ما كنقطع طريفات صغار كنزيد عليها كاس ديال الماء كبير، وغادي نديرها تسلق على نار مهيله حتى كتسلق لينا ان شاء الله، ونوريكم كيفاش غادي ندير لها. صافي، من بعد ما كتسلق لينا القرعه ديالنا كنحسوا، يعني كنديروا فوق شيط وكنحسوا بها انها طابت، غادي نطحنوها في المولينيكس بهذيك الماء ديالها، يعني ما كنحيدوش داك الماء، ما كنصفيوها ما والو، كنطحنوها بداك الماء ديالها. صافي، من بعد ما كطحن لينا كتجي على هذا الشكل. ودابا غادي بغيتو البنات تخليوها هكا تخليوها، بغيتو تصفيوها، انا غادي نصفيها من الاحسن، يعني انا عندي غير صفايه صغيره، يعني غتعذبني شويه ولكن ماشي مشكل. صافي، كنصفي بشويه بشويه حتى نصفي الكميه ديالي كامله. صافي، من بعد البنات ما صفيتها كتعطينا هذه الكميه، يعني الا كان الشعر ديالكم طويل البنات كتضاعفوا الكميه، يعني هذه الكميه اللي درت كتضاعفوا عليها. صافي، وكناخذ يعني من بعد ما كنصفيها كنعاود نديرها في الكاسرونه. وكناخذ نشا او مايزينا، يعني كندير جوج معالق صغار ديال مايزينا. وغادي نخلط مزيان مايزينا مع القرعه ديالنا.
صافي وكندير على عافيه مهيله حتى نحصلوا على شكل كريمي، وغادي نطفيو عليها البوطه. ومن بعد ما كنطفي عليها البوطه، يعني هذه هي الكميه اللي عطاتني. عندي البنات زيت ديال الخروع وزيت الزيتون، يعني اي زيت عندكم ديروا، يعني زيت الكوكو ولا زيت اللوز الحلو ولا اي زيت عندكم يعني تزيدوه معاها. انا زدت هنا غير جوج معالق صغار ديال زيت الخروع، وغنزيد ربعة المعالق صغار ديال زيت الزيتون. صافي وغنخلط الكيراتين ديالي مزيان. صافي البنات، من بعد ما كنخلط مزيان الكيراتين ديالنا، يعني كيجي على هذا الشكل، شكل كريمي. كناخذ البنات كنقسم الشعر ديالي، وكنبدا ناخذ بالخصله بالخصله، وكان من بعد ما كنمشط شعري مزيان كنبدا ناخذ بالخصله بالخصله، وكناخذ كميه من الكيراتين ديالنا وكنبدا نجبد الشعر ديالي. صافي من بعد البنات ما كنكمل يعني الشعر ديالي كننجمعه، وكنخليه تقريبا هاد الكيراتين من ساعه حتى لثلاثه السوايع، يعني ما عنده حتى شي ضرر، يعني فيه مواد طبيعيه، يعني ما غدرش لينا الشعر ديالنا. ومن بعد البنات كنغسلو ان شاء الله. كنتمنى البنات يعني هاد الوصفه او الكيراتين ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على حسن المشاهده، وبسلام عليكم، تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله.